شو قيمه صادراتكم السنويه بمعمل لاسلاس؟ استاذ بدي هلا اكيد ما حدا بيقول لك الصادرات رقم دقيق، هيك شيء شهريا شهريا طبعا هذا مستوى طبعا شرفنا نحن بالعين ولا انا اني انقل اشيل واروح. اوه هذا كلام جميل جدا انه العم ابو موسى عندي تدابير احترازيه عم يحكي كشخص صاحب مصنع كبير. نعم. اذا لا قدر الله صار شيء والسوريين راحوا وتيسروا او صار شيء عمو ابو موسى راح يشيل المعمل وينقله لعزاز فورا ويكمل شغل من هنا. طبعا اكيد. معمل عطا قدح للصابون بيصدر 800 طن صابون سنويا لاكثر من 10 دول خارجيه وجزء منهم لداخل تركيا. كمان تخيل رفع 800 طن صابون عم تتصنع يدويا بايدين 13 ل 15 ما شاء الله. وكل قطعه بقطعتها كل دمغه بدمغتها بالضبط 5 ملايين قطعه كل قطعه عم يندق فيها يد عامله يد عامله يدويا عم تندق حتى مرحبا انا مهدي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج سؤال الشارع في الجنوب التركي. نحن اليوم متواجدين في مدينه غازي عنتاب، هي المدينه المشهوره صناعيا بشكل كبير جدا في تركيا. بالعشر سنوات الاخيره استطاع الصناعي السوري بانه يعمل فرق كبير بالصناعه بمدينه غازي عنتاب ويثبت جدارته بين اقوى الصناعيين في المدينه، واستطاعوا بانهم يفتحوا معامل كبيره جدا وعن جد يعملوا فرق. بحلقه اليوم رح نقابل الصناعيين السوريين ونسالهم كيف استطاعوا رغم كل هالعوائق ورغم كل هالصعاب هم يثبتوا جدارتهم بسوق الصناعة التركي. رح نبدأ بمعمل عطا قدح، هذا معمل صابون الغار الحلبي اللي عم بيصدر لكثير دول وإنتاجه السنوي ضخم جدا. رح ندخل ونسمع قصتهم سوا. يلا قبل ما ندخل لعند صاحب المعمل ويعملنا هيك جولة ويحكي لنا عن قصته بالمعمل، خليني بس فرجيكم لقطة واحدة. شوفوا الضخامة، المعمل كتير كبير ما شاء الله. خلينا ندخل عند أخ محمد قدح وناخذه معنا ليحكي لنا قصة المعمل. السلام عليكم. السلام. الله يعطيك العافيه. شو المكتب الجميل ما شاء الله. السلام. الله يسعد قلبك يا رب. شو رايك ما نعمل حوار مكتبي اخذك هيك شوي ونحكي بين الانتاج جوا ما شاء الله. احسن يكون واحلى مع انه هون هيك اطفى يعني وناكل شغاله ما شاء الله. الله يسعد قلبك. يلا تفضل. يا هلا. اول شيء يعطيك العافيه. الله ان شاء الله تكونوا بخير. شكرا كثير على هالاستضافه الجميله. قبل كل شيء شو يعني عطا قدح؟ عطا قدح هو اسم العائله مثل ما بيقولوا. تمشون والدي. تفضل. نحن اسم الشركة على اسم دوما بمصلحة الصابون دوما بتتكنى باسم صاحب المعمل. صاحب المعمل. أيوة بالضبط. والدك عطا قدح. والدي عطا قدح. ما شاء الله. أخ محمد كم سنة صار لكم عموما في صنعة صابون الغار؟ والله المصلحة كانت لجدي بعدين لوالدي بعدين كمان ما شاء الله. أبا عن جد. أبا عن جد. وصابون الغار جزء لا يتجزأ من أصالة حلب من تراث حلب. هو اسم صابون حلب يعني عالميا اسمه صابون حلب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب كان عندكم معمل في حلب؟ طبعا. استطعتوا بإنكم تنقلوه لهون؟ نقلناه تقريبا بشكل نوعي مو بشكل كامل. بشكل نوعي. ايه لانه احنا مصلحتنا ما تتطلب كثير ماكينات وتتطلب كثير قصص، فاللي اخذنا احنا خلاصه اللي هي اليد العامله، اليد العامله اساس هي المصلحه. اليد العامله هي الاساس. بالضبط. وحكيت لي شغله كثير مهمه انه الشباب يلي يعني بيكون عندكم معمل هم مهنيين حرفيين. بالضبط صحيح. طب شو الفرق بين انه يعني مثلا كم موظف عندك في المعمل هذا ومعمل ضخم ما شاء الله؟ من 13 ل 15 موظف. كل هذا المعمل الضخم قائم على 15 موظف. نعم أصلاً. لان هي اصلا مصلحه بتاخذ بطء في مراحل التصنيع. أيوة. محتاجة سرعة وهي محتاجة ماكينات وهي محتاجة عمال كتير. ما شاء الله. محتاجة مهنيين. ما شاء الله. وال 15 موظف مو موظفين تعب لا حرفيين. حرفيين. ما شاء الله عم يطالعوا قطعة فنية. أكيد لك يعني قطعة من تراث حلب فلازم يكونوا حرفيين. ما شاء الله. هلا هدول ليش في يعني ليش الصفة هي هذا الصابون ليش مصفوف بالشكل هذا؟ هي الصفة هي جزء من إنتاج الصابون لما بأحد مراحل آخر مرحلة من مراحل تصنيعه. بينشال من بينصب اول شيء على الارض بعدين بيتقطع بينختم عليه ختم اسم الماركه او اسم الشركه المصنعه بيختموا الشباب هلا حشوفوني كمان شوفون بعد ما تخلص هي المرحله هي اخر مرحله هي مرحله صف الصابون بينصف على شكل اهرامات مفرغ بيناتهم حتى يتخللوا الهواء بيضلوا من 6 شهور ل 8 شهور لحتى ينشف بس نشف بيقلب من اللون الاخضر للون الاصفر في الصيف ثواني هذا بيبقى 8 شهور هيك 8 شهور على هي الوضع يعني انتم بتصنعوا هلا بتصدروا بعد 8 شهور ايوه بالضبط واو هاي معلومه حلوه مرحله طويله في مرحله التنشيف نسميها ما شاء الله كم شهر صار هذا الصابون هيك هذا بحدود الشهر تقريبا صار له شهر ايوه بالضبط هي الصفه قديش بتاخذ وقت مع الشباب تاخذ وقت هي صفه مي كامله صارت بيوم واحد ما شاء الله شكل هندسي ترى مراحل بس تقريبا مثلا 4-5 صفوف من هدول بيضون حوالي 6-7 ساعات اللي هن
اه مو كثير، مع انه ما شاء الله مصفوفه صف هندسي، يعني ممكن اذا بتشيل صابونه بينهدم. مو لهالدرجه، هن مصفوفين هندسي بس مو لدرجه الانهدام. يعني اشيل صابونه اجل شيل، خذ رح تجرب. على مسؤوليتك. على مسؤوليتي، لا تخاف. بسم الله. هن مترابطين هندسيا بس ما رح يوقعوا. والله انا قلت هلا بيوقعوا بتقلع من المعمل. الله. لسه ما في ريحه صابون غار. هلا ريحه الصابون لسه فيه درجه رطوبه عاليه. ايوه، كل ما نشف طلعت منه هي رطوبه تاخذ الريحه الاساسيه تبعت صابون. ما شاء الله. طيب اخ محمد، رح ننتقل لجزء الصابون. أي. وين عم بتصدروه؟ صادراته لوين عم بتروح؟ شو الدول عم تستقبله؟ ولا انتاجكم فقط لتركيا؟ لا، نحن انتجنا هون بتركيا. تصريفنا الاساسي هو للدول الخارجيه، كان من ايام سوريا كان تصريفنا داخل سوريا يكون، والباقي للدول الخارجيه. وهلا هلا حاليا سوريا تقريبا شبه وقف بسبب الظروف اللي صايره. صح. فعم بنصدر لباقي الدول الموجوده حاليا. شو الدول مثلا؟ هي العراق كشكل اساسي، حصة اكبر من السوق. تلحق الدول الاوروبيه، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا. واو. المانيا، هولندا. طب كوريا. باوروبا بتصدروا للجاليات العربيه اللي موجودين هناك ولا للفرنسيين نفسهم؟ في قسم للجاليات العربيه وفي قسم للاوروبيين نفسهم. الاوروبي نفسه بيستخدم صابون غار؟ بالضبط، حتى زبوننا هو اوروبي اصلا، وهو عم ياخذ الصابون وبينشر ثقافته في اوروبا. ما شاء الله، يعني مو بس الياسمين الدمشقي انتشر، الصابون الحلبي ايضا انتشر. طبعا. ما شاء الله. طيب شو ردت فعل اليوم الاوروبي الاوروبي بشكل عام على صابونه الغار؟ هل في تواصل بينكم وبينهم؟ شو بيعرفوا عن قيمه الصابونه هي؟ الأوروبي بلش كتب يلحق المواد الطبيعية، المنتجات اللي مصنوعة من الطبيعة. ما شاء الله. اكتشفوا إنه الشامبويات هي عبارة عن مواد كيميائية، فبدهم شيء مثل ما بيقولوا أورجانيك، شيء أورجانيك طبيعي. طبيعي. فبلش يدوروا على الصناعات القديمة، وهن صابون حلب أصلاً يعني مشهور من زمان بهي القصة. ما شاء الله. صنعوه من زيت الزيت، صابون حلب مصنع من زيت الزيتون وزيت الغار. أخ محمد، قبل ما نوصل للمحور الأخير، هذا المحور اللي بظن حيكون محرج جداً لأصحاب المعامل، اللي بدنا نحكي فيه عن أرقام الصادرات السنوية أو كميات الصادرات السنوية. أنت كيف بترتاح؟ ما في مشكلة. الله يسلمك. ما في مشكلة، بتحكوا عادي. عادي، ما في مشكلة، بالعكس أي شيء. أنا أمي ما بتعرف قديش راتبي، أنت شلون بتحكوا المعمل يا زلمة؟ طبعا كميات اللي بنصدرها ما في مشكلة. خلص. مين معلومة سرية. الله يسعد قلبك. طيب فيك. خلينا نحكي على هاي الدمغة يلي مكتوبة هون، مكتوب غار صاغ ممتاز عطى قدح. نعم. خليني أفرجيكم إياها هيك، شايفين المكتوب هون العائلة، مثل ما حكى لنا الأخ محمد إنه اسم العائلة هو اسم بيدل على جودة المنتج، يعني هذا المنتج بس ينشهر نعرف انه هاي العائله هم يلي صنعته. وقديما في حلب كان بيصير منافسه بين العائلات انه مين العائله اللي راح تصدر صابون غار اصلي اكثر. بالضبط. صحيح المعلومه اللي حكيتها 100%. والله. وزيت كمان شغله ثانيه، انه لما في مثل ما انت قلت كل مشروع واحد راح يعرف الصابون انه اصلي. صح. فاليوم المشتري لما ارى اسم عطى قدح على اللوح مثلا او عائله ثانيه، بيعرف عنده ثقة انه هاي العائلة انتاجها اصلي 100%. طب هل ممكن يتقلد؟ ما بتتقلد الدمغة؟ بتقلد، فنحن بناخذ اجراءات قانونية. اجراءات قانونية، حماية الملكية وحماية الماركة، وبتعرف هي الاساس. ما شاء الله. الله يعطيك، ناخذ احتياط. الله يعطيك الف عافية. رواتب. فقرتنا الاخيرة واللي انا شخصيا بصراحة هيك منتظرها لاسمع ارقام من المعامل. بداية اكيد في عندك جيران اتراك بيعرفوك، اكيد في عندك زملاء اتراك بيعرفوا عن صنعتك وكمية الانتاج الضخم السنوي عندك. ما شاء الله. شو ردة فعلهم؟ كيف علاقتهم معك؟ شو حكيهم عن الانتاج السوري اللي عم بيصير اليوم بتركيا بشكل عام؟ هلا اول ما جينا الاتراك تفاجئوا لما فتحنا المعامل عندهم هون وباشرنا بالشغل. ما كانوا منتظرين هاي الضخامه. ما كانوا منتظرين، لا، بس بعدين صاروا ممنونين كثير لسبب انه نحن موادنا الاوليه صرنا ناخذها من عندهم. ليه؟ في نقطه مهمه جدا، انه انتم ما عم تستوردوا زيت الزيتون وزيت الغار من سوريا، كلهم هون من تركيا. بالضبط، من تركيا. قلت لك تركيا هي مشهوره بزراعه الزيتون عندهم وانتاج زيت الزيتون. ولما جينا نحن اصلا هذا الشيء اللي خلى شيء ساعدنا بالانتاج هون، توفر المواد الاوليه. حتى زيت الغار موجود بجبال انطاكيا وبمدينه انطاكيا، فصرنا نستخدم الزيت للغار، وزيت الزيتون موجود في تركيا، المواد الاوليه موجوده عندهم. ما شاء الله، كثير حلو. طيب الاتراك هون جيرانك معناته ممنونين من الشيء اللي انت عملته. اولا ستاخذ المواد الاوليه من عندهم. تمام. ثاني شيء، حتى صار في عندي زبون تركي، ما عدا التصدير اللي عم صدره. ما شاء الله. شافوا انتاجنا وشافوا صابون حلب اللي كان يسمعوا فيه انه هذا الصابون الاصلي، حتى هن صاروا يستخدموه. زارك شيء حدا من رجال الدوله الاتراك؟ زاروني كثير. رئيس بلديه نزل اجى لهون. رئيس بلديه نزل زارك هون المقام تبع نزل وغازي عنتاب. شو كان رده فعل رئيس البلديه وين دخل؟ اللي تفاجأنا بأنه معمل سوري بأنتج صابون موجود بهالمساحة وهالنظافة عنا، أنا حتى المعامل التركية ما بهالإتقان وهي نظافة الشغل اللي عم ينشغل هون. ما شاء الله. كانوا كثير مفعولين بهذا الشيء. سؤالنا الأخير أخ محمد، كم قيمة أو كم كمية الصادرات السنوية لمعمل عطى قدح للصابون الغار؟
هلا بشكل وسطي من 700 إلى 900 طن سنويا. ما شاء الله. نعم. هلا بالنسبة للسماء هذا رقم كبير، بس بالنسبة لصنعتكم هل هذا رقم كبير؟ هلا رقم كبير، بس إذا نقارنا بالرقم اللي كنا أيام سوريا ما وصلنا له لسه، مو بسبب ضعف الإنتاج، بسبب الظروف اللي صايرة عالميا. أي الوضع الحالي الاقتصادي العالمي في شوية ركود، فنزل الرقم لهذا. بسوريا كان لسه الإنتاج أعلى، بس هو من المعامل اللي إنتاجه كبير جداً عالي. يعني أول معمل بندخل عليه معمل عطا قدح للصابون، بيصدر 800 طن صابون سنوياً لأكثر من 10 دول خارجية، وجزء منهم لداخل تركيا. تخيل رقم 800 طن صابون عم تتصنع يدوياً بإيدين 13 إلى 15. ما شاء الله. وكل قطعة بقطعتها، كل دمغة بدمغتها. بالضبط، قطعة قطعة تنشغل بهاليدين. ما شاء الله. يعني فينا نحكي على مئات آلاف القطع اللي عم يتم إنتاجها سنويا. يعني ما شاء الله. اليوم الطن الواحد يعادل 5000 قطعة، فتخيل أنت الطن الواحد 5000 اضربه ب 800 طن رح يطلع رام رهيبة توصل للعالم. واو، تقريبا 400 ألف قطعة. أنا كثير سيء بالرياضيات ترى. تقول 5000 ضربه في 900 يعني رؤيه ثانيه 4 مليون قطعة. طيب يعني في كثير اقول عم يمدح الطن ب 5000 5 ملايين قطعة تقريبا. 5 ملايين قطعه تقريبا، ما شاء الله. 5 ملايين قطعه، كل قطعه عم يندق فيها يد عامله، يد عامله يدويه تندق، حتى مو ماكينات. ما شاء الله. انا انتبهت انه ما في ماكينات هون. لا ابدا نهائيا. ما شاء الله. يعني الشغله الوحيده المستخدمه كسنات الصابون هي الحله، او مسميها القدر، بساحة حوالي 9 طنات زيت أو 10 طنات. يوم أي يوم لا تقريبا في إنتاج 10 طنات تنتج في هذا المعمل. ما شاء الله. طيب ختاما بدنا ننهي بالأخ محمد، شو مفكرين بهاي المهنة أو بهاي المصنع لقدام؟ اليوم التصريحات يلي عم تطلع، الأخبار يلي عم تطلع بأنه ممكن السوريين إن شاء الله يتيسروا لسوريا وهيك، هل هذا الشيء خلاكم تاخذوا تدابير احترازية؟ وشو مفكرين للمستقبل بهذا المعمل؟ والله مفكرين نحن بالعكس مايلين للاستقرار مبدئيا، إلا في حال إن شاء الله تحسن الظروف في سوريا، ما منوقف مع العمل هون، بيبقى هون بيفتحوا بسوريا. سوريا لأني أصلا المعمل بسوريا موجود، فمن ننتج هون من ننتج هنيك. ما شاء الله. في عنا زبون حتى تلك تركي، فما منوقف هذا الشيء. ما شاء الله. طيب الأخبار اللي عم تطلع هيك، الشائعات اللي عم تطلع، هل خلتكم تأخذوا تدابير احترازية بتقليل عدد العمال أو إلى آخره؟ أصلا والله شائعات هي يعني من موضوع السوريين بالأساس، هي تدابير الإنسان يشتغل نظامي أكثر. أصلا الدولة التركية اهتمت في القصة، عطونا الجنسيات، عمالنا نظاميين، عمالنا مسجلين، فما في أي خطر علينا من هالشيء اللي عم تسمع فيه. ما شاء الله. الله يعطيك ألف عافية. الله يعطيك. شكرا كثير كثير لهالاستضافة. ريحة الصابون ترى هيك بتغلغل في القلب والله. بتذكرك في حلب لأن. أي والله، صدقا بالله. إن شاء الله هيك بنشوفكم في أعلى 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 المراتب والمقامات، وبكون عندكم أكبر معمل صابون غار في العالم هناك. آمين. معمل Last Choice، هذا المعمل بدأ قبل 3 سنوات من قبل 2 إخوة سوريين، بدأوا فقط ب5 موظفين تقريبا، واليوم عدد الموظفين بيتخطى 300 موظف، بصادرات سنوية كبيرة جدا، بزبائن بأفريقيا وأوروبا، وكثير إنجازات ثانية. رح ندخل الآن لعندهم ونسمع إنجازاتهم سوا. يب. أول شيء بدنا اسمك، من وين حضرتك؟ هلا الاسم سيف هنادي، من مدينة حلب سوريا. سيف الدين هنادي. بالضبط. طيب معمل أحذية. هلا طبعا. صحيح. معمل أحذية. شو نظام كمان المعمل؟ نظام معمل. فلك معمل إحنا هذا متواجدين فيه، ومعمل أحذية لكن بالحق المباشر. شلون يعني حق مباشر؟ مباشر عن طريق الآلات اللي الأساس المعترف عليك، يعني عن طريق ورشات الصناعة اليدوية. هذا الشيء اللي تطور خلال 10 سنوات أو 20 سنة الفائتة، يعني صار عن طريق الماكينات. عن طريق الماكينات والآلات. طيب قبل ما نتطرق لموضوع الشغل، سمعت إنه أنتوا قبل 3 سنوات كنتوا 2 إخوة بدأتوا بمكان صغير، واليوم ما شاء الله سمعت إنه في عندكم أكثر من 300 موظف. بالضبط. الكلام صح؟ هذا الكلام طبعا صح. يعني البداية هي بصير صعبة. كيف كانت البداية؟ كثير صعبة، وعانينا من صعوبات كثيرة يعني، بس سبحان الله الحمد لله. يعني النتيجة حلوة. النتيجة حلوة. يعني كنا مثلا 5 عمال تجار جملة، ما بين اختلف الأمر، كنا صناعيين. اليوم هلا ما بين انت شايفه قدام هذا المعمل، وقسم هذا قسم من المعمل، في عندنا قسم العلمي، في قسم الادوار ما شاء الله كلها لاست شويس، استثناء الورشات المتوسطه والصغيره اللي نحن متابعين انها عم يشتغلوا برا. ايوه. استثناء كمان تقريبا عدد الموظفين
على مش بين العائلات اللي عم بشتغل برا والورشات والداخل يعني بتجوز 300 موظف. 300 موظف طبعا هلا نحن عندنا في يعني فينا نقول تقريبا 300 عائله هذا المعمل هو مصدر رزق بالضبط. الحمد لله طبعا وخاصه لما تكون نظام العمل على ورديتين. خلينا نشوف شغلكم هيك هلا هون هذا الشغل اللي بشتغلوا عمل لاست تشويس. طب هو شو شغلكم بالضبط بهي القطع؟ هالقطع هي كامله تم تطلع من عندنا كلها من الصفر لاخرها ما شاء الله. وين بتصنع يعني على الضبط؟ نحن الدول المصدر عليه اغلبيتها افريقيا ومع الدول الدول العربيه في دوله العراق ودوله فلسطين العربيه والصومال والدول العربيه كالسودان حتى اوروبا كمان ما شاء الله. بس افريقيا يعني اكثر يعني افريقيا اي شيء سنه بيمنوا مواسم من رمضان للعياد بتكون الكميه الهائله لاهل العراق وفلسطين وهندور. انا ما شاء الله المعمل كبير جدا وهذا قسم قسم معمل. شو قيمة صادراتكم السنوية بمعمل لاستوس؟ استاذ مهدي هلا اكيد ما حدا بيقول لك الصادرات رقم دقيق. طب بدك تقلنا بس دقيقة نحن جايين نسمع اليوم. في كثير ناس شايفين انه ما شاء الله اثنين شباب اخوة بدأوا يعني اليوم اذا انت حكيت هذا انجاز. هلا نحن الانجاز اذا سمعوه الناس حياخذوا امل بانهم يكملوا. هدول الناس بدأوا بالصفر طبعا اليوم صادراتهم هيك كمصنع مو نحن الوحيدين في غازيعتب في عندنا عشرات المعامل السورية. لو سمحت حتى الدور اللي على الموضوع اعطيني رقم صادراتكم. صادرات الشهرية الشهرين اذا حسب الورديات نحن بنشتغل في نظام العمل 24 او نظام العمل 12 ساعه شهر. هذا بما انه عندنا مواسم مضطرين نشتغل ورديتك 24 ساعه 24 ساعه طبعا. هلا مضطرين المواسم عندنا بتعرف عيد الفطر وعيد الكبير جايين الدم يعني قيمة الصادرات فيك تقول الشهري يعني بتجاوز نص مليون دولار هيك شيء شهريا شهريا طبعا. هذا على مستوى طبعا ولا حدا يستوعب بالعين ولا انا يعني تحرص لكم بالعين وحيكون انا ما شاء الله الله يرزقكم اكثر يعني نص مليون دولار شهريا وانتم تعتبروا احنا هي معامل هي بالمواسم الورديات يعني تكون نظام العمل 24 ساعه وانتم لا تعتبروا من المعامل الكبيره بين السوريين صح؟ اه في عندنا في عندنا اسماء ما راح نذكرها نحن في عندنا اسماء كبيره طبعا. شخص واحد يملك عنده مثلا 10 معامل 20 مصنع يعني منافس للاتراك يعني منافس للاتراك يعني معمل سوري وموظفينه كلهم سوريين بالضبط سورية بالضبط. صادرات السنوية 6 مليون دولار سنوية؟ سنويا يعني اذا شهريا 400-500 الف طبعا بالضبط. اذا 500 الف بالضبط طبعا يعتبر هذا المعمل هو من اكبر المعامل طبعاً. في معامل اكبر بكثير وفي معامل سوريين في معامل اكبر وفي معامل صادراتها كبيرة كثير اكبر بكثير ما شاء الله. فممكن نعرف من هون الصناعيين السوريين تأثيرهم على الاقتصاد هلا تأثيرهم نقطة كثير كويسة. الصناعيين السوريين نحن عندما بدأنا مشاريع الحقن هون اللي بدأت تدرج ما بعد عام 2015-2016 يعني عملنا خطوة ملحوظة يعني منافسين حل المعامل الأتراك يعني كان المعامل التركية كان اسم معمل حقن هي عبارة عن شحاطة هذا بيلبسوها بدون أي جهد أي تعب يكون في إنتاج كتير ربحون كتير. نحن بالعكس غيرنا هذا الخط كله. شو صار الخط هنا؟ الخط اللي غيرناه الصناعة اليدوية الورشات اللي كانوا يشتغلوا فيها بصعوبة ما يطلع عندهم إنتاج والتكلفة عالية نحن حولنا هذا الشيء للآلات يشغل عن طريق الآلات يعني يطلع لنا باليوم إنتاج على ورديتين عندنا 12 ألف جوز. هذا عبارة عن معمل واحد يومي 12 ألف جوز. وطبعا شفت أنت القطع هاي القطع اللي شفتها قطع طيلة الأتراك ما بيشتغل وصعب ما بيشتغل هاي القطع ما بيدخلوا بهيك شيء أبدا لأنه قيمته كثيرة. طيب كسوري غيرتوا الأسعار الصادرات؟ بالعكس يعني ما أسعارنا منافسة لهم لأن احنا بنضمن الربح. انت اليوم القطعة عم تاخذ منك شغل كثير ايه طبعا. كيف هي القطعة ممكن تكون أرخص من هذه؟ بحكي لك الأرباح طبعا احنا بيعتبر بالسنتات يعني بين 15 هي الأهم كمية الإنتاج لكن في تعب في جهد كثير من طرفنا يعني ما شاء الله. حتى علاقتكم بمنافسينكم الأتراك علاقتكم بجيرانكم الأتراك أنتم اليوم فاتحين معمل في بؤرة المعامل التركية بالضبط. كيف علاقتهم معكم؟ هلا علاقتنا معهم أكيد كثير كويسة. أول شيء نحكي لك يعني طيب. بين كل معمل تركي والمعمل التركي في معمل سوري بمصر ما شاء الله طبعاً غامضة في منافسة يعني طبعاً للتنويه غازي عتاب هي لب المعامل التركية وأغلب المعامل في غازي عتاب وأساسا غازي عتاب معروفة أن هي الوجهة التجارية لتركيا بالضبط بالمصانع والمعامل. برأيك شو مستقبل هاي المهنة أو شو مستقبل هذا المعمل موظفين السوريين؟ أنا الحمد لله أنتوا كرجال أعمال اليوم بالشيء بصدد الشيء اللي عم بيصير بتركيا بصدد الأخبار اللي عم نسمعها طبعاً كان نسمع التدابير اللي عم تاخذوها. هلا التدابير نحن بالموجود رح تستمر إن شاء الله والأيام القادمة وبالأشهر القادمة شو رح يصير الله سبحانه الله ما بنعرف يعني كيف بيصير بس حابين نطور. كان عندنا افكار نحن جديده مثلا دول افريقيه مثلا نفتح مصانع هنيك هون الاخوه السوريين كمان اخو دقيقه اليوم السوريين ما اكتفوا فقط انهم يفتحوا معامل في تركيا اللي هي الدوله اللي لجأوا اليها اليوم اصحاب المعامل والتجار بداوا يفتحوا معامل في افريقيا بالضبط. قصتكم مهمه جدا انكم بداتم من الصفر واليوم ما شاء الله يعني بس بالقسم اللي نحن موجودين فيه اظن في شيء فوق ال 100 موظف
شكرا كثير لوقتك، كثير مبسوطين فيك، فقط كثير كبير. الله يسعدك. بدنا نهاية نوجه كلمة للناس اللي حتشوفك، الشباب يلي يأسين وما عم يقدروا يبلشوا، طالما عندهم قصة مهمة. يس طبعا، الإنسان لازم يجرب، يعني التجربة ضرورية. تجربة ضرورية طبعا، تجربة مرة ومرتين وثلاثة ما في ما يصير. كنتوا بتتوقعوا إنه ما شاء الله توصلوا للمرحلة هاي؟ لا أكيد ما راح نقول إني لا، بس في أمل كان يعني الله فيها طمعاً، وهذا الأمل اللي كان عم يشغلكم. أول الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله. فجربوا يا شباب، جربوا من الصفر، من 5 موظفين لمعمل مرموق جداً ما شاء الله. شكراً كثير لك، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. والآن أعزائي، نحن في أكبر معمل نية فوسوية في تركيا لصاحبه العم أبو موسى. العم أبو موسى كان بحلب بيشتغل نفس الشغلة، ولكن في عام 2014 استطاع بأنه ينتقل مع عائلته وجزء من الماكينات اللي في المعمل لتركيا، وخلال 8 سنوات أو 9 سنوات من العمل استطاع بأنه يكون صاحب أكبر معمل نية فوسوية في تركيا. بكل حب قدم لكم العم ابو موسى. اخي مهدي، الله يسلمك. اول شيء شكرا كثير لهالاستضافه الجميله. الله يشرف. الله يسلمك يا رب. وبدنا ناخذك هيك جوي بين الماكينات ونسمع قصتك. تفضل. يلا الله يسلمك يا رب. طيب عم ابو موسى، بدايه بدنا تحكي لنا قصه نقلتك من حلب لهون. اليوم كتاجر رجل اعمال في حلب، صاحب معمل، نقل معمله من حلب لغازي عنتاب، شو الصعوبات اللي واجهتك؟ كيف كان الاستقرار في البلد؟ هلا الصعوبات كان بنقل المعمل، اكيد باثناء الحرب 2014 يعني وضع حلب كان سيء جدا. بين ما تنقل عمل وتجيبه للحدود وبعد دولة لدولة طبعا دخله لهون، فكان في معاناة كتير. يعني ضل هذا الأمر بجوز على الحدود أكثر من شهر لحتى توفقنا أن نحسن ندخل ندخل المعمل ونشتغل. وطبعا بدايات كل الماكينات كان جزء من الماكينات طبعا جزء من الماكينات اللي نقلناهم من حلب لتركيا بعام 2014 تحديدا. طيب شو الفرق اللي صار عليك بين بيئة العمل بسوريا وبيئة العمل في تركيا اليوم كتاجر ورجل أعمال؟ هلا بسوريا في أريحية بالتعامل بالمحيط اللي أنت فيه، باللغة. هلا أول ما جينا بال 2014 يعني سوري عربي ما بيعرف، كان الموضوع صعب، ما في لغات، ثقافة مختلفة صعب جدا. فكل ما بدك تشتري شغلة أو تحكي مع زبون لازم يكون اتصالك بالمترجم. تمام، والمترجم ما رح يقدر يوصل نفس عملية الإقناع اللي موجودة عندكم. أكيد طبعا، هلا التاجر لما بده يقنعك بشيء في موانات في شيء إن هي إلي بالأخير إني خذها أنت وهي إلي زمان بعد، بس الترجمان ما بيعرف بهذا الأمر ففي معاناة ما شاء الله. هدول خيطان يلي بيطلع منهم اللي هي فوسية، هذا الخيط للي في الحمام طبعا، اللي في الحمام. الماكينة الثانية هي الماكينة الليفت الجلي ما شاء الله. طيب هاي المعاناة اللي كنتوا عم تعانوها ب 2014 انتهت؟ أكيد الآن؟ من زمان أول بس أول 6 شهور، 3-4 شهور، 5 شهور بس. طيب النتائج يلي كانت في سوريا هل هي ذاتها النتائج اللي عم تأخذوها هون؟ لا ولا أبدا. وين أفضل؟ بكتير هون أفضل بكتير. أنا فكرت حيب العام موسى بسوريا. لا كأنتاج كمبيع اليوم أفضل هون. هون بكتير. وحضرتك صاحب أكبر معمل لي في سوريا في كل الحمد تركيا. لله رب العالمين. طبعا نحن في دور واحد، كم دور هو المعمل؟ كم طابق؟ 3 دور. 3 طوابق، كل طابق له قسم. نعم، في قسم ثاني برا كمان عنا غير شغل فيه ما شاء الله. خلينا ننتقل لقسم تاني ونكمل حديثنا. طيب عمي أبو موسى، قبل 15 سنة أسست سانيتكس حضرتك من سوريا. اليوم سانيتكس في تركيا كم موظف عندها؟ شو آلية عملها؟ هذا البناء المكون ما شاء الله من 3 أدوار وهو كله عباره عن معمل، كم موظف بيضم هذا المبنى؟ العدد العمال نحن عنا يعني مو اني معتمد عليه يدويا، ففي الماكينات يعني ما بنحسن بنقول اني والله الماكينات اهم من اليد العامله في هاي المصلحه. اكيد طبعا. هلا لما بدك تحكي على الامبلاج، الماكينات اللي بتطالع 10 عمال بده 15 واحد تسوي لهم امبلاج. يعني يدويا الامبلاج يدويا، انما ماكينات كلها تعبى كلياتها يدويا ما شاء الله. طيب قبل ما ننتقل لمرحله الرقم تبع الصادرات، بصراحه نحن عم نسأل أصحاب المعامل كم صادراتك السنوية تقريبا لحتى نفرجي قوة السوري بالاقتصاد هون اليوم. علاقة رفقاء، إذا أكيد صار في عندك صداقات أتراك. طبعا أكيد طبعا. ما عندك علاقات مع معامل أتراكي اللي حواليك، وقت يعرفوا أنه في شخص سوري هو صاحب أكبر معمل في تركيا من ناحية اللي يفوسيا، شو رأيك تفعلهم؟ كيف علاقتهم معه؟ اللي بيحبنا أكثر من غيره، أنا بقول له أني صاحب معمل سوري تعال أورجيك معمله،
هو مو عبارة عن لاجئ مثل ما بتقول عمال بستنى مساعدات أو شيء. يعني هو صاحب معنى أو برضه أصدقائه ليدافع هو عن حاله عن موقفه أن السوري مو جوعان. السوري إجا من حرب ما إجا من جوع. عم موسى بدنا توصلنا رسالة، في كثير ناس مفكرين إنه السوريين اللي تركيا هم كلهم عبارة عن ناس عايشين عالي على المجتمع، ما بيعرفوا إنه في عنا صناعيين متفوقين، ما بيعرفوا إنه في عنا تجار. شو رسالتك؟ أنا بضخ على القتم المعامل اللي بالقتم معامل. القتم هي منطقة صناعية في غازي عتاب متوسطة القتم، بس بضخ على بيش بنار. أنا بقول السوري اللي بسوريا عاجز إنه يفتح مثل ما فتح السوري ببيش بنار بتركيا. طبعا ما شاء الله المعامل الضخمة. يعني اليوم السوريين هون مو بيفتحوا بس مصانع، لا، وبيصيروا متفوقين وبيصيروا أصحاب أكبر معامل في تركيا. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا للتنويه أنه نحن واقفين هلأ في قسم، النصف اليمين هو قسم الشحن والتصدير وهيك، والقسم اليسار أيضا كله ماكينات يعني، بس للتحفظ حابين نصور المكان هذا فقط. في قسم ثالث نروح ننهي فيه الحديث الشيق مع أبو موسى عن الصادرات وقيمة الصادرات إن شاء الله. إن شاء الله. يلا على القسم الثالث. أفضل. طبعا عمو أبو موسى جينا معك لهون وحكينا أنه هالماكينات ما بتطفى، هالماكينات بيبقوا شغالين، لهيك حنكمل حديثنا في المكتب. طبعا. ولكن حبينا نفرجيكم الماكينات والشغل اللي موجود هون ما شاء الله. سؤالنا الأول عمو موسى، لوين صادراتكم؟ المعمل اليوم لأي دور بيصدر؟ بس لتركيا بيشتغل؟ في صادرات لبرا؟ هلا نحن كنا نصدر من أيام سوريا، نحن نصدر لروسيا، لأوكرانيا، للجزائر، اليوم هون في تركيا، للبنان. بتركيا انا نقلت زبايني من سوريا لهون. ايوه يعني اليوم انت بتصدر كمان لروسيا واوكرانيا ولبنان؟ اكيد طبعا ما شاء الله. طبعا يعني زبايني اللي كانوا بسوريا ضلوا معي. هذا المعمل تقريبا كم صادراته السنويه؟ بدنا عدد تقريبي. معمل مثل هذا المعمل مشان ما نذكر رقم 100%، نعم. كم تقريبا بتكون صادراته السنويه مشان نعرف اليوم معمل سوري شو عم يعمل، او المعامل السوريه شو الصادرات اللي عم بتطالعها من مكان العمل مباشره؟ شكل تقريبي مثل معملي بشغلي يعني تقريبا ما بين الخمسة والعشرة، 10,000 دولار يومي. بالسنة؟ يومي. انا وقت قال لي بالسنة انا بطالع اكثر صدمني. يومي ما بين الخمسة و10,000 دولار ما شاء الله بشكل يومي. بالشارع هذا تبعك كم معمل سوري فيه تقريبا عمي ابو موسى؟ في معمل سورية كثيرين مليانين ما؟ طبعا ما بحسن بعد لك يعني في نص 50% باليونالدي، نحن باليونالدي هون ما شاء الله. طب لا قدر الله اذا سكروا هدول المعامل، هدول العمال راحوا، هل بيصير تاثير سلبي على السوق برايك؟ والله بده يصير تاثير سلبي حتى علي انا يعني، مو بس حتى على السوق عليك طبعا. يعني هلا هذا المعمل بيشغل تقريبا 50 عيله ما بين امبلاجات السيف اللي بسووا السيف، هذا بس الخارجي. الامبلاجات طبعا السيف اللي بنسويه واللياف اللي بسويها امبلاج كمان برا في مستودع وبيجوا عليه عائلات فبيشتغلوا فيه، بأثر ما بين هون اللي عندي 50 عائلة فتوقف هاي. هذا كلهم. هذا معمل إذا طلعت معامل الكبيرة اللي هاي تأثير أكيد. طيب بعد الأخبار الأخيرة اللي كانت عم تطلع، في ناس بتقول إنه ممكن السوريين يروحوا ممكن ما يروحوا السوريين، أنا من ضمن الخوف. صار في تدابير عنكم؟ كتير. صار في تدابير احترازية؟ تدابير احترازية أنا بعزاز مسوية اني انقل اشيل واروح. هذا كلام جميل جدا انه العم ابو موسى عندي تدابير احترازيه عم بيحكي طبعاً. كشخص صاحب مصنع كبير، نعم. اذا لا قدر الله صار شيء والسوريين راحوا وتيسروا او صار شيء، عم ابو موسى راح يشيل المعمل وينقله لعزاز فورا ويكمل شغل من هنا. طبعا اكيد. كم انت انسان عملي يا عم ابو موسى. ما بيوقف دقيقه ما شاء الله. الله يرزقك وان شاء الله نشوفك صاحب اكبر معمل في العالم يا رب. الله يكرمك. الله يسلمك. شكرا كثير للاستضافه. شكرا. وهيك أعزائي بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. انتظرونا بالحلقات القادمة من برنامج سؤال الشارع على شاشة وجميع منصات تلفزيون سوريا.